السلام عليكم، معاكم سيد من قناة أبدأ واستمتع كرييتس فان. النهاردة بنتكلم عن موضوع من الموضوعات الجميلة والمفيدة لناس كتيرة، وهي ان انت ازاي تعمل 2 اكونت من كل حاجة عندك، من كل البرامج الموجودة، سواء الفيسبوك او الايمو او الماسنجر او الواتساب. ازاي تبقى عندك 2 اكونت من كل شيء. النهاردة جايب لكم برنامجين من البرامج الممتازة اللي بتأدي هذه المهمة. اول برنامج عندنا هو قدامكم هو البارل سبيس. البار سبيس دوت تمام اهو، لما نخش عليه هنلاقيه بيجيب لك حاجة جميلة جدا، ان انت بيخليك تشوف البرنامجين اللي عندك. يعني فيسبوك يطلع لك مرتين، الواتساب زي ما انتم شايفين اهو واتساب تاني غير اللي عندك على الجهاز، تقدر تحط رقم جديد. الماسنجر نفس الشيء غير اللي موجود اصلا عندك على الجهاز. الجيميل، اليوتيوب، كل حاجة تقدر تخش باكونت مختلف تماما غير اللي موجود عندك على الجهاز. تمام اهو، اللي بتختار اللي انت عايزه. مثلا انت عايز واتساب جديد، عايز فيسبوك جديد، ماسنجر جديد، تقدر تختار اللي انت عايزه وبعدين تقول اوكي تحت اهي، اد تو بار سبيس. تمام، وتقول له اوكي واكسبت. خلاص ياخد البرميشن. خلاص يبقى انت عندك دلوقتي نسخة من كل البرامج، نسخة جديدة خالص من كل البرامج. الفيسبوك هنا هتلاقيه دخل لك باكونت جديد خالص غير الاكونت الاساسي، تقدر تبدل مع الاكونت الاساسي اللي انت اصلا منزله عندك على الجهاز. ده كان اول برنامج. البرنامج التاني اللي عندنا النهاردة هو برنامج اسمه دول سبيس. اهو دول سبيس دوت نفس الشيء، هنلاقي عندنا اهو فيسبوك جديد وماسنجر واتساب جديد وانستجرام. تمام، وتقدر كمان تضيف فوق دول. يعني انت دلوقتي اوريدي عندك دول، تقدر تضيف اي برنامج وتعمل منه نسخة جديدة تماما غير النسخة الأصلية اللي أنت محملها عندك على الجهاز. ممكن نختار مثلا أهو أدي الفوتو ستوديو مثلا على سبيل المثال، اخترته ونقول له كلون، يعني اعمل لي نسخة تانية منه. تمام، وبيضاف إن هو أهو اضاف عندي البرنامج، هو بيفتح نسخة جديدة خالص غير النسخة اللي أنا موجودة عندي على الجهاز. تمام، ده من الأمور المفيدة جدا لناس كتيرة. في ناس بيبقى عندها بيزنس تحتاج ان هي تنزل فيسبوك للبيزنس وفيسبوك تاني شخصي، في ناس عندها واتساب بيزنس، في كمان عنده 3 ارقام يقدر ينزل رقم تاني ان هوت على الدول سبيس والبارل سبيس. ممكن ينزل سناب شات، 2 اكونت سناب شات، 2 اكونت انستجرام. فده مفيد جدا لناس كتيرة جدا محتاجة الحاجات دي. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وموعدنا مع فيديوهات جديدة مفيدة وقناة كرييتس فان. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، والسلام عليكم.